الكثير من المواقف قيلت بصفة تلقائية عبارات ظلت حية خالدة في صفحات التاريخ وغدت مضرب المثل. ومن أشهر الأمثلة العربية التي ارتبطت بحوادث طريفة: وإن يبغي عليك قومك لا يبغي عليك القمر، والبغي هو الظلم. فمعنى المثل حرفية: إن ظلمك قومك لا يظلمك القمر. ويعد هذا المثل من الأمثال التي قد لا تكتمل في معناها دون معرفة قصتها الحقيقية. فما معنى هذا المثل؟ وما الحادثة التي قيل فيها؟ عن المفضل بن محمد الضبي، وهو من كبار علماء العراق في القرن الثاني للهجرة، أن أصل هذا المثل يرجع إلى رهان حصل بين أفراد من قبيلة بني ثعلبة بن ضبة زمن الجاهلية، وكان على الشمس والقمر في الليلة الرابعة عشرة من الشهر القمري، أيهما سيغيب وأيهما سيبقى؟ حيث قالت جماعة منهم: إن الشمس ستطلع وما زال القمر يرى، بينما لم يوافق آخرون على رأيهم وقالوا: بل إن القمر سيغيب قبل أن تطلع الشمس. فدب الخلاف بينهم، وأرادوا أن يتراضوا بتحكيم رجل حكيم سديد الرأي، فقال له واحد منهم: إن قومي يبغون علي. فأجابه الرجل الحكيم برده المفحم الذي غدا مثلا تتناقله الأجيال: وإن يبغي عليك قومك لا يبغي عليك القمر. ومعناه أن الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا مهما حاول الآخرون إخفاءها. فإن كنت تخاف من ظلم قومك لك، فلا تخف من القمر، لأنه لا يظلم أحداً.